سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير. ليه النعام بيدفن راسه في الرمال؟ هل هو من الخوف؟ هنشوف معانا المعلومات المهمة جدا عن طائر النعام ده بيدفن راسه في الرمال ليه. طبعا موطن النعام الاصل افريقيا والشرق الاوسط. طبعا وزن النعام يبلغ حوالي 100 ل 150 كيلوغرام، وطولها 2 متر وبوصل ل2.5 متر. متوسط عمر النعام من 50 الى 70 عام، تمام، طبعا فترة كبيرة. طبعا خلاف باقي الطيور، طائر النعام لديه اصبعين فقط في قدميه، على عكس باقي الطيور لديه 4 اصابع. النعام يعيش في جماعات يتراوح عددها من 10 الى 50 نعامة في الجماعات، ويقود احد الذكور، وتتكون الجماعة من الاناث. اسباب دفن النعامة رأسها في الرمال: السبب الأول، يدفع النعام لوضع رأسها في الرمال، وأنها تقوم بحفر حفرة في الأرض لتضع بيضها بداخلها، ثم تقوم من الحين للآخر بإدخال رأسها في تلك الحفرة للاطمئنان على سلامة بيضها. أما السبب الثاني هو حماية نفسها من الخطر، وذلك عن طريق استماع للذبذبات التي ينتشر صداها في الأرض من مسافات بعيدة لوقع خطوات الحيوانات الخطيرة، وذلك لأنها تعلم جيدا أن انتقال الصوت في المواد الصلبة أسرع كثيرا من انتقاله في الهواء، وبتستطيع تميز الاتجاه اللي بيجي من ناحيته الاصوات دي، فبيدفعها في الهرب في الاتجاه الاخر وتكون امن. والسبب الثالث الذي يدفع النعامة لوضع رأسها في الارض هو بحثها عن الماء، حيث ان قدرتها على سماع الاشياء تمكنها من معرفة اقرب مكان يوجد به ماء. هذه كانت بعض المعلومات عن النعام. فأرجو ان يعني الشهر ده نقضيه بس معلومات على بعض الاشياء الغريبة اللي انتم ما تعرفوهاش طبعا، فأرجو بس للمعرفة ومعلومات عامة وثقافة وكلام من ده. فصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا شهر كريم، فمتمني لكم يا رب الخير والبركة والسعادة يا رب في هذه الايام المباركة.